صح شربتكم وأسعد الله سهرتكم الرمضانية هذه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكاميرا الخفية. ومنطلق الفكرة في هذه الحلقة مثل شعبي تونسي يقول مثلنا: دخولك للحمام وخروجك ماهوش سهل. وما هوش سهل في العادة، ما بالك إذا تدخل فريق الكاميرا الخفية وثبت كاميراواته في المكان وهيأ المفاجآت وبقي في الانتظار. سكر خزانتك عايش ولدي. ها تبيع من شغالية محلول هنا. ايوا بطاقة تعريف. أي بس حوايج كلها. أشرب لا ما بس. لا. هيا هيا شو بدي
صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. هذا السوشك وهذه بطاقة التعريف بتاعك. اي جابهم الهنية تويكا وفي خزانتك والمفتاح عندك ذكرته خلي تعرف. المفتاح عندي انا هذا المفتاح ونمره 21 و30. اي باهي نمره 31 بالعربي وتراب ايام السوري. توخيل انا تو حديث الباب هذايا بتاع نمره 31 اللي حديث فيها تمش فيها مش حوايجي مش حوايجي وراقي هما بيدك مول حوايجي اشنا قالوا لنا ونعرف عليك على كيف تروح تو تعطيني حوايجي انا حاجه كلمه حوايجي لا تقول لهم يا حاج كاين مش خارج من هنا من حوايجي هاي هيا يا سي العربي يا سي العربي
أمامه. عندك عربون طول ليل. أنا عربون هذا الأول. ثاني يا عموشك حملت عليها. شفت يا عراش يا روما 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 ي